اولا اليوم تم تقديم ديال مشروع قانون الماليه ديال 2025، وكلنا يعرف بان الظروف الدوليه جد متازمه وعندها تداعيات كبيره على بلادنا، وكذلك الازمه الداخليه ديال بلادنا اللي هي اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وبيئيه، ان ازمه مركبه، وهذا القانون المالي مع كل الاسف لم يجيب عنها. اولا قال بانه حدد اولويات اربعه، الاولى في الدوله الاجتماعيه، الدوله الاجتماعيه شفنا تنزيل ديالها في الثلاث سنوات الماضيه انه تنزيل مرتجل، وانه حذف واحد العدد ديال الاعانات كانت كتوصل بها الاسر بحال برنامج تيسير، مليون محفظه، وقال كنعطيو 500 درهم، 500 درهم للمغاربه وما تيتوصلش بها جميعا، لان كان اللي توصل بها شهرين وتحذفت ليه لانه قالوا المؤشر ديالو يعني طلع. هاد المسألة هذه كتبين بأنه ما بينته المندوبية السامية من اتساع يعني الدائرة ديال الفقر ومن اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، بهذه الطريقة باش كتشتغل الحكومة ما غاديش يمكن لها تجاوب عليهم ولا تقلص من الدائرة ديال الفقر ولا من يعني الشرخ الاجتماعي الكبير اللي كان في البلاد. ناهيك على أن المعدل ديال البطالة فات 13.7% وما كاينش جواب صريح على إمكانية التكوين الجيد المرتبط بالتأهيل من أجل سواء خلق مقاولات أو التوظيف، ما كاينش. حتى المناصب اللي تم الإعلان عليها في المجال ديال الصحة 6500 ديال المناصب المالية قليلة بزاف، حنا خاصنا 100,000 طبيب وممرض ومشاكل ديال الأطباء لا زالت مستمرة. ثم انه القضايا المتعلقه ايضا بهذا الشيء ديال الجانب الاجتماعي من صحه وتعليم، غادي يتزاد واحد المليار ديال الدرهم في المجال ديال الصحه، وحنا عارفين يعني الاختلالات الكبرى والخصص اللي خاص من اجل تاهيل المستشفيات الاقليميه والجهويه وبناء يعني المراكز الجامعيه الاستشفائيه، اشخاص يتدار في هذا الشيء كامل، خاصو امكانيات اللي هي مهمه، ما كاينش هذا الشيء. ثانيا في التعليم، كيتكلموا على مدرسه الرياده وحنا محتاجين الى تعليم عمومي جيد بالمجان باش يمكن لنا الشباب ديالنا يقراوا ويتاهلوا، لان القرايه هي كل شيء، راه ما يمكنلكش تتكلم على تشغيل الى ما بنيتيش مدرسه عموميه جيده وجامعه عموميه جيده وبحث علمي وتشجع باش يمكن لك تخلق هذه الاطر وهذه المواطنات المواطنين اللي هما مؤهلين وغادي يمكن لهم. ثم هذه الاصلاحات اللي كيسميوها مهيكله بحال اصلاح مجال العداله، حنا شفنا كيفاش بداوا هاد الناس مع اصلاح المسطره الجنائيه واللي يعني ما استشروش فيه حتى مع المحامون، وكيضربوا المهنه ديال المحامون والحق يعني في المحاكمه العادله ديال المغربيات والمغاربه. ثم ما صدر عن يعني اصلاح المسطره الجنائيه مازال ما سمعناش هذا القانون الجنائي اش غادي يديروا لنا فيه. ثم حتى هذه الاصلاحات الضريبيه اللي حنا بغيناها باش نوسعوا الوعاء وباش يمكن لنا نديروا عداله ضريبيه، هاد الناس صلحوها على ثلاث سنين في شكل ماشي حتى شي اصلاح بين مزدوجتين، صلحوا يعني هذه المره يلاه وصلوا الاصلاح ديال 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 الضريبه على الدخل بواحد الطريقه اللي هي محتشمه، ما غاديش تجلب لنا الاموال الكافيه للخزينه ديال الدوله باش يمكننا نمولوا المشاريع التنمويه. ثم هادشي ديال الماء، راه حنا عارفين معضلات الماء كبيره، يعني قالوا غادي نبني واحد 15 ديال السدود كبيره وكذا في بعض المناطق، هذا لا يكفي لانه خاص انه تجهز واحد العدد ديال المناطق بحال اللي شفنا ما وقع خلال الزلزال ولا ما وقع خلال الفيضانات، انه خاص تاهيل جهات مهمشه من الوطن كلها. كنتمناو ان هاد 2.5 ديال المليار ديال الدرهم التي رصدت من اجل تجاوز يعني هاد ما وقع في الفيضانات اللي راحوا يعني ضحيته ارواح وهدمت المنازل، انه غادي يتم الاستفاده منه ويدار واحد المرصد لمتابعه الصرف ديال هاد الشيء، لان الفساد حتى هو من المعضلات الكبيره. وما قالوش هاد الناس بانه غيديروا شي خطه وطنيه لمحاربه الفساد والريع، وكيتكلموا على التنافسيه، كيف سنخلقوا تنافسيه وحنا ما عندناش يعني الامكانيه ديال خلق مناخ الثقه وجلب المستثمرين، لان المستثمرين غادي تجيبهم الدوله ديال الحق والقانون، غادي تجيبهم الدوله الديمقراطيه، غادي تجيبهم الاستراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد، غادي تجيبهم المدرسه العموميه، غادي تجيبهم الاصلاحات العميقه اللي خاصها لبلادنا اللي غادي تخلق بالفعل هذا المناخ ديال الثقه وتجعل المستثمرين الاجانب ولا المستثمرين المغاربه يستثمروا وحتى في الجهات المهمشه في الوطن والنهوض بها. وشكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.